Allô. Allô. Allô, c'est Maya. مواطن صالح يا ولادي، مواطن صالح. الو الو، صباح الخير خويا كلاي. عالسلامة خويا، صباح النور. لاباس خويا، ان شاء الله ما نكونش قلقتك خويا كلاي. تفضل بابا، انا صاحبي عايش. مانيش باباك، عطيني فرد جينيراسيون انا كلاي. معناها سلام صاحبي خويا، شحبني صحيت. سلام صاحبي، محلاها سلام صاحبي. اسمعني اسمعني صاحبي، انا مغروم برشا بيك ونحب نحبك على الاخر. ونحبك، اما نخزر لك بعين اخرى، مش معناها بعين كيما اخرى. كيفاش بعين اخرى؟ معناها نخزر لك بعين، معناها اللي انت كيما نقولوا نحن فنان. اي ما هي بالطبيعه صح، هي انا نخزر لك بالعين هذيك مش العين الاخرى. عين اخرى كيفاش؟ قلت لك انا نخزر لك بعين باهيه، معناها مش بعين خايبه. بارك الله فيك يا اخويا الغالي، يرحم والدي. اسمعني، نكتب 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 في الراب، نكتب في الراب ومخرج. نصلي على النبي. اسمعني، انا باش انا باش نبيع لك اغنيه بليش. لا صاحبي، ما ناخوش انا صح. ما تجيش معناها الرابير وتقول له نكتب لك وغني صح. علاش انت شنو هي معناها تولدت رابير؟ انت كان انت رابير في البلاد. اي كيف انت؟ اي كان انت رابير في البلاد، محسوب انت حاقرني يا ولدي. كيف انا حاقرك؟ مش نحرش اللغة انت. فيش نحرش؟ شنو نحرش اللغة؟ كان انت معناها رابير ولا غنيت حماني؟ غنيت حماني ضربت في بالك معناها انت ندرى شكون؟ ما غنيتهاش انا صاحبي. حماني انا متاع شكون؟ مش تاعك انت؟ حمزاوي. حمزاوي موش انا. انت مش حمزاوي كلاي؟ برا انت شارب دواك صاحبي بالغالب يمكن، والله ربي معاك. شيخ مش انت حمزاوي كلاي؟ مش فرد مش برا صاحبي. ربي صاحبي يجيب لي يجيب لك القصر على الصباح. انا صاحبي ما فقتش وما تربي معاك رقيت برشا. يرحم والديك. صحيح صاحبي، يرحم والدينا والديك. هاي انا نطلبك خاطر راني نحبك، انا ديما ريت الكلام هذا. يرحم والديك. كي نبدا ريتني كي نبدا نسطك لك هكا ونبدا كذا. انا نسطك يا ابي، شبيك يا احسن عاد شنو شبيك؟ باهي نحكي لك، نبدا ننقد فيك. ما ننقد فيك كي نبدا ننقد. باش تنقد باش تسطك باش نسبك انا معناها. لا 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 لا، ما وصلناش للسب. اما انا قدرك بابا، سوى قدرك عايش خويا. مانيش بيك، مانيش بيك. برا ربي معاك. كيفاش برا ربي معاك؟ انا قلت لك عندي غنيه. ما نحبش نغني، بطلت ولا غنيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. باهي انا باهي، انت ما قلت لي انا فنان. هي باهي، ما هو الفنان كي مرجو يقلق ولا هي يقلق. اي صحيح. ايوه يتحول ولد حومه للبانس نتاعو يرجع ولا اي نعم اي نعم يقلق. صحيح والله صحيح. اي مالا اخويا ما تمرجنيش انت باش ما نقلقش. راك انت طلبني يا كلاي مش عجب. ثبت في تليفونك كلاي، راك انت طلبتني. اه استغفر الله العظيم، هذا شبيك يقول لي تليفونك يطلب وحده. هذه ما نطلبش واحد، انا الجملة الساعة ما نعرفوش. ما تعرفش تطلب منو؟ ما تعرفش تطلب التليفون؟ انت طلبتني قلت لي على الاغنية اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت نهار الخميس وقت في الليل. بيه انت عشيري عشيري فارك فارك يلعب على الزبيب. انت نهار ثلاثة نهار ثلاثة الصباح مش حكي عملت لي انت ابيل وقت انا كلمتك وقت فيدك انت الكعبتين المروب وقت قلت لي وين الاغنية؟ قلت لك انا تنكلمك انا الصباح عملت لي انت ابيل كعبتين مروب واغنية تشبيخ يا ودي. برا عاد نصبك برتني تو ونحكي. ايش قلت لك يا ودي؟ ايش جبتك على مروب؟ ما تقولش مروب انت. يا اله الا الله، انت برا نصبك يا حاج. نعم برا ما نرحم والديك. اي وبعد جيت كلمه اخرى باش نبداو نحكيو من الحزام اللوطه معناها. يا ولدي انا ايش قلت لك؟ قلت لك راك انت طالبني انا خاطر اون برانسيب ما نفيقش توا، وعيب تطلب العباد في وقت كيما هكا كلاي خي.